تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التربية العلمية، سنقوم بحله معا. النموذج الثالث، التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. تراكم الدهون في الدم سببه الإكثار من تناول الخضار والفواكه. إذا تراكم الدهون في الدم ما هو سببه؟ هو الإكثار من الخضار والفواكه. خطأ. تراكم الدهون في الدم سببه الإكثار من تناول أغذية المصنوعة من السكريات والدهون وليس من الخضار والفواكه. ينخفض صدري أثناء الشهيق. خطأ. جيد. أثناء الشهيق يرتفع صدري وليس ينخفض. ثالثا، يزيد التدخين من مخاطر الإصابة بالسكتة القلبية. إذا التدخين مضر بالصحة، يزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة القلبية. أحسنتم، صحيح. نواصل. تصنف الأغذية ضمن سبع مجموعات. تصنف الأغذية ضمن سبع مجموعات. خطأ. تصنف ضمن، أحسنتم، ست مجموعات. نواصل. للمحافظة على صحتنا يجب أن تكون تغذيتنا متنوعة. جيد، صحيح. إذا نراجع. تراكم الدهون في الدم سبب الإكثار من السكريات من تناول الخضار. خطأ. أثناء الشهيق يرتفع صدري وليس ينخفض. يزيد التدخين من مخاطر الإصابة بالسكتة القلبية. صحيح. تصنف الأغذية ضمن ست مجموعات وليس سبعة. للمحافظة على صحتنا يجب أن تكون تغذيتنا متنوعة. التمرين الثاني، صل بسهم بين كل مشكل صحي وسببه. إذا لدينا الأسباب من هنا والمشاكل الصحية من جهة مقابلة. نقرأ. عدم غسل الأسنان بعد الأكل كلها أسباب. نقص في تناول الحليب ومشتقاته. إكثار من تناول الدهون والسكريات. عدم تناول اللحوم الحليب والبيض. عدم تناول الجزر. إذن المشاكل الصحية هي السمنة، تسوس الأسنان، مرض الكواشيوكور، هشاشة العظام، ضعف الرؤية ليلا. إذا كل سبب يسبب لنا مشكل معين، مشكل صحي. عدم غسل الأسنان بعد الأكل. جيد، تسوس الأسنان. نواصل. نقص في تناول الحليب ومشتقاته. أحسنتم، هشاشة العظام معناها العظم يصبح طري غير متين. إذا لم نتناول كمية كافية من الحليب ومشتقاته. الإكثار من تناول الدهون والسكريات وهو المشكل الصحي. جيد، السمنة. واصل. عدم تناول اللحوم الحليب والبيض بكمية كافية يسبب مشكل صحي، هو مرض اسمه الكواشيوكور. إذا لم نتناول كمية كافية من اللحوم والبيض والحليب، المرض اسمه كواشيوكور. وأخيرا، عدم تناول جزر خضر يسبب لنا ضعف رؤية ليلا، تضعف رؤية. هذا الجزر مفيد للعين. نراجع. عدم غسل الأسنان بعد الأكل، تسوس الأسنان. نقص في تناول الحليب ومشتقاته، المشكل الصحي هو هشاشة العظام. إكثار من تناول الدهون والسكريات يسبب لنا السمنة. عدم تناول اللحوم والحليب والبيض مرض الكواشيوكور. وعدم تناول الجزر يضعف الرؤية. التمرين الثالث، أكمل بما يناسب. لدينا كلمات: يتسارع نشاطه تزداد يستعيد. يتسارع نشاطه تزداد يستعيد. لأن عند زيادة الجهد العضلي دقات القلب والنبض، وعندما ينقص الجهد العضلي القلب العالي. إذن نبدأ. عند زيادة الجهد العضلي ماذا يحدث لدقات القلب؟ أحسنتم، تزداد دقات القلب. تزداد دقات القلب ويتسارع النبض. إذن عند زيادة الجهد العضلي تزداد دقات القلب ويتسارع النبض، وعندما ينقص الجهد العضلي إذن يتسارع وتزداد.
وعندما ينقص الجهد العضلي ماذا يحدث؟ القلب. ماذا يحدث القلب؟ يستعيد القلب. يستعيد القلب نشاطه العادي. نراجع، عند زيادة الجهد العضلي تزداد دقات القلب ويتسارع النبض، وعندما ينقص الجهد العضلي يستعيد القلب نشاطه العادي. التمرين الرابع، أكمل بما يناسب هنا لم يعطينا الكلمات. القلب ينبض ويظهر نشاطه من خلاله ومن خلاله الذي يمكن في عدة في الجسم. يستجيب القلب لي العضلي نشاطه. إذا نبدأ، القلب ينبض أحسنتم باستمرار. باستمرار ويظهر نشاطه من خلاله أحسنتم دقاته. ومن خلال كذلك النبض. الذي يمكن أحسنتم جسه في عدة أماكن في الجسم. في الجسم ما يتقطعش الفقرة. القلب ينبض باستمرار ويظهر نشاطه من خلال دقاته ومن خلال النبض الذي يمكن جسه في عدة أماكن في الجسم. نواصل، يستجيب القلب لي العضلي نشاطه. يستجيب القلب لي أحسنتم زيادة الجهد العضلي. زيادة الجهد العضلي كيف ذلك؟ بزيادة نشاطه. إذا يستجيب القلب لزيادة الجهد العضلي بزيادة نشاطه. التمرين الخامس، تصنف الحيوانات حسب طريقة ارتكازها. الحيوانات تصنف كذلك حسب طريقة ارتكاز على الأرض. إلى حيوانات يوجد ثلاث أنواع حسب ارتكازها. لدينا الأولى، الحالة الأولى هي حيوانات أخمصية. حيوانات أخمصية. حيوانات أخمصية هي لدينا الأرنب، الدب، قردون، القنفذ، حيوانات أخمصية، بعض الحيوانات أخمصية. إذا نختار اثنين، نختار الدب، نختار كذلك القنفذ. يمكن إضافة كذلك القرد. حيوانات أخمصية حسب طريقة ارتكازها. النوع الثاني من الحيوانات لدينا حيوانات أسبوعية. حيوانات أسبوعية. أمثلة على الحيوانات الأسبوعية لدينا الطيور، حمام، دجاج، عصافير. كذلك لدينا الحيوانات الذئب، ثعلب، أسد، كلب، قط. كلها حيوانات أسبوعية. نختار من ثلاث أمثلة كذلك، حمامة، حمامة واحدة من الطيور، نختار كذلك ثعلب، نختار كذلك أسد. كلها حيوانات أسبوعية. النوع الثالث هي الحيوانات ذوات الحوافر أو ذات الحوافر. ذوات الحوافر. لدينا الحيوانات البقرة، الخروف، الجمل، الحصان، الحمار. كلها حيوانات ذوات الحوافر. نختار اثنين ثلاثة كذلك، البقرة، نختار الحصان. مطلوب مثال واحد فقط، احنا اخذنا ثلاثة، الحصان، نختار كذلك مثال آخر، الجمل.
ترتيب حسب طريقة ارتكازها على الأرض. إذا لدينا حيوانات أخمصية، حيوانات أسبوعية، حيوانات ذوات الحواف. أمثلة عن الحيوانات الأخمصية، أخذنا الحيوان الدب، القنفذ والقرد. أسبوعية، الحمامة، الثعلب والأسد. حيوانات ذوات الحواف أو ذات الحواف، أخذنا البقرة، الحصان والجمل. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.